خرج سيدنا عمر رضي الله عنه ليلة فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنقش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكى بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس سيدنا عمر رضي الله عنه يبكي، وذكره شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبياتا يذكر فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الجليلين: ثلاثة برزوا بسبقهم، نضرهم ربهم إذا نشروا، عاشوا بلا فرقة حياتهم، واجتمعوا في الممات إذ قبروا، فليس من مسلم له بصر ينكر من فضلهم إذا ذكروا.